اليوم كان صعب لأنه الألم كبير. يوم فقدنا فيه أرواح بشر، منهم اللي بنعرفه ومنهم اللي ما بنعرفه. فقدنا أصحاب ومعارف وأقارب وأشخاص كان عندهم أحلام وأمنيات بأيام أحلى. الله يرحم كل اللي توفوا بزلزال سوريا وتركيا، ويشفي المصابين وينقذ اللي ما زالوا تحت الأنقاض، والمشردين اللي صاروا بلا مأوى. لاعب كبير ونطحت الطابة باتجاه الجول، بس توفقت انه الحارس طالع. هو صار شلون هي تبع لاعب كبير؟ ألم كبير كبير كتير، ما أعتقد أنه الكلام ممكن يعبر أو يشرح قديش في ألم، بس الأمل بالله كبير.